الاتفاق الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أيدته العديد من القوى السياسية، فيما رفضته أحزاب سياسية مختلفة يمينية ويسارية، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستغراب والاستفهام حول الأسباب التي دفعت هذه الأحزاب المختلفة أيديولوجيا لرفض الاتفاق، مما قد يؤثر في مجمل العملية السياسية والوصول إلى اتفاق نهائي حول المرحلة الانتقالية. المزيد في تقرير الفاضل إبراهيم. الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أثار لغة كثيرا في الساحة السياسية السودانية، حيث أيدته العديد من القوى السياسية، فيما رفضته أحزاب سياسية مختلفة يمينية ويسارية. على قرار موقف الحزب الشيوعي وتيار نصرة الشريعة الرافضة للاتفاق، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستغراب والاستفهام حول الأسباب التي دفعت هذه الأحزاب المختلفة أيديولوجيا لرفض الاتفاق. الأسباب التي دفعت الحزب الشيوعي السوداني لرفض الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري قد تختلف عن الأسباب التي جعلت تيار نصرة الشريعة يرفض الاتفاق، غير أن توسيع دائرة الرفض للاتفاق يثير في مجمله إلى تشابك خيوط الأزمة السودانية. موقف تيار نصرة الشريعة والقانون بجانب بعض القوى السياسية كان واضحا منذ بداية المفاوضات برفض أي اتفاق ثنائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، الأمر الذي أدى بحسب مراقبين إلى تأجيل الاتفاق حول تكوين المجلس التشريعي، غير أن موقف الحزب الشيوعي المفاجئ من الاتفاق قد يزيد من الانقسامات داخل جسم المعارضة في المستقبل. كما أن اتساع رقعة الرفض السياسي للاتفاق من بعض قوى اليسار واليمين سيضاعف من الضغوطات على الحكومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية. هذا واستطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من المواطنين حول توافق تيارات اليمين واليسار في رفض الاتفاق السياسي. الاتفاق يعني بودي لإيجابيات كويسة، إنه قوى الحرية والتغيير بتعاين لمصلحة البلد، وفيها ناس كويسين يعني بيعاينوا لنظرة مبعدية للوضع الحاصل، لأنهم عاشوا الشارع السوداني وعارفين الحاصل شنو. أما بالنسبة للمجلس العسكري أنا شايفة إنه برضو عنده دور كبير، انه هو بيحمي البلد، يعني السودان من غير حمايه بتاعت عسكر ما بتنفع، وان شاء الله اتمنى الاحسن للسودان. واهم حاجه يعني الناس اللي الطرفين دول يعانوا على وضع الشارع، بس زحمه المواصلات وغلات المعيشه حاجات كثيره حاصله في الشارع، هم بيتناقضوا على حاجه وما بيحلوا حاجه في الوسط الحاصل في البلد، يعني معاناه المواطنين. الاتفاق السياسي اللي حصل الان يعني حقق كل مطالب الاحزاب السياسيه والحركات المسلحه اللي كانت، أو حقق جزء من الحاجات اللي بنادوها الحركات المسلحة زمان والأحزاب السياسية، ونحن نتمنى إنه الناس يعني توافقوا. دي فرصة لهم إنه يقعدوا كلهم في طاولة مفاوضات ويناقشوا أمور السودان. أول حاجة دارين حاجة، أول حاجة السودان، بعد ذاك شنو الأحزاب، برنامجك أنت ما بيخصك أنت براك. أنا كمواطن ما عارف أقول لك شنو، لكن نحن ذاته ما عارفين عدونا من صالحنا، والله العظيم عارفين المجلس العسكري ما عارفين هو معانا ولا معانا منه، ذاته ما عارفين ذاته يعني احنا ذاته ما عارفين، يعني لاسل البلد في ازمتها في سخانتها في ورش ما في سيوله ما في اوضاع متازمه، اها يعني الشارع كله عارف انه ما في حل، يعني الحل في شنو؟ انت ما عندك لنا حل؟ كل يوم الاتفاق ده يتلغي ويتأجل يتلغي ويتأجل، دي حياة شعبي كامل، دي حياة كاملة، دي الناس تموت تعطش وتجوع، ده اللي يقول لك كل يوم نحن نتأخر ونلغي فيه، بيلغوا فيه على شنو؟ على أي أساس؟ الناس تموت وهم يلغوا، الناس تموت وهم يلغوا، ربنا ده قال إن الله كان بكم رحيما، يعني الله ده بيرحم الناس، أنتم ما عايزين ترحمونا؟ لا غايته بس خليناكم لله.